صفاء ملهاش ذنب تتحرم من جوزها وابنها. عارف يا ابني، بس حط نفسك مكاني. مين يضمن سلامتها جوه بيت حسن درغام؟ تضمن انت بعد اللي حصل لك؟ انا وعدتها اني ارجع ابنها وانا عند وعدي، بس كله بوانه. ولو عاوزاني اخطف لها مصطفى اخطفه، ما هو مصطفى ده بركة عيلة درغام. واخرتها؟ شوف ياسين يا ابني، اخوك غلط ما قلناش حاجة، بس احنا مش في ايدنا ان احنا نرجع الزمن ولا نمنع اللي كان. وانا عايز اصلح، والله عايز اصلح. رحت الحسن لحد عنده عشان نمنع الخراب ده، الخراب اللي انا شايفه زي ما انا شايفك قدامي كده، بس هو رفض، مش عاوز، بيفكر في نفسه بس. طب خلاص سيبنا نحاول معاه. لو حاولت 100 مرة حسن مش هيرتاح الا اذا ولع فينا كلنا. عايز يموتنا بالحياة قدام ابنه اللي مات، وهينفذ اللي في دماغه. طب والحل؟ يموت. ايه اللي بتقوله ده؟